مصطلح الأوزار وش يعني؟ أوزارها، وضعت الحرب أوزارها، أثقالها، أثقالها، والإجابة صحيحة. وضعت الحرب أوزارها يعني وضعت الحرب أثقالها، هذه الإجابة الصحيحة لهذا المصطلح، وحتى في القرآن العظيم موجودة هذه. وضعت الحرب أوزارها معناتها وضعت الحرب أثقالها، يعني الجنود حطوا السروج تاع الأحصنة وكذا والمتاع واسمه انتهت، معناتها انتهت الحرب، حطوا الأثقال اللي فوق كانت فوق الخيول وغيره. ما انت وضعت الحرب أوزارها يعني وضعت الحرب أثقالها وحطوا الجنود أثقالها. ومبروك أخونا بالعيد، الله يسلمك، الله يسلمك، يعطيك الصحة. كثر خيركم، يعطيك الصحة. هذا مليون صفتين مهداة من طرف مجمع بلاط. لهذه المناسبة نشكر مجمع بلاط على هذه الالتفاتة الطيبة، يعني وزرع الابتسامة على هؤلاء الناس البسطاء والضعفاء من القوم. مشكور مجمع بلاط، يعطيكم الصحة. صفقوا له يا جماعة، يعطيكم الصحة، الله يسلمك، الله ينور ان شاء الله. اعطينا كلمة أخيرة للبرنامج، نقول لكم صحة فطوركم ان شاء الله. فرحان سعد، أنا فرحان، صحة فطوركم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بلاط يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.